مليارات الدولارات قادمة من أوروبا لمصر في خلال أيام. المفاجأة الحلوة، مليار ده جزء من حزمة أكبر اللي هي 5 مليار يورو قروض، وإيه كمان؟ 4 مليار يورو مساعدات طويلة الأجل هتتقدم لمصر خلال الفترة من 24 ل 27. هدف الاتحاد الأوروبي مساعدة مصر في معالجة وضعها المالي واحتياجاتها، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة. الشهر الماضي حصلت مصر على برنامج دعم ضخم قيمة 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. مليار يورو مش مجرد رقم، دي دفعة قوية للاقتصاد المصري، هتدعم الجنيه المصري وهتنقص من ضغط العملة وتساعد على استقرارها، وهتخفف من حدة الغلاء وتساعد في تحسين القدرة الشرائية للمصريين، وهتفتح مجالات استثمار جديدة وهتدعم مشاريع البنية التحتية والصناعية والزراعية، وهتخلق فرص عمل جديدة للشباب، وهتدعم احتياطات العملات الأجنبية، وهتزود من قدرة مصر على استيراد السلع الأساسية، وهتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. مليار يورو مش رقم بس، دي رسالة دعم قوية من الاتحاد الأوروبي لمصر وثقة في قدرة مصر على التعافي. الاتحاد الأوروبي بيؤمن بمصر وإمكانياتها، والدعم ده بيظهر التزامهم بدعم استقرار مصر وازدهارها. المليار ده هي بداية تعاون أكبر بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهتفتح مجالات جديدة للتعاون في مجالات مختلفة زي التجارة والاستثمار والطاقة. مصر ماشية في الطريق الصحيح. مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. طبعا احنا بنشوف أرقام الأيام دي ضخمة وبالمليارات الدولارات، ومصر لسه محتاجة شوية وقت عشان تتعافى من الأزمة اللي مرت بيها وقت ما كان الدولار في السوق السوداء واصل لأرقام خيالية. دلوقتي الحمد لله مفيش ولا سوق سوداء ولا أي حاجة من الكلام ده، لأن سعر الدولار مستقر ومحرر في البنك الرسمي عند 47 جنيه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.